طائرة أمريكية مسيرة في ليل الثالث من كانون الثاني عام 2020 عرقلت كثيرا أحلام التوسع الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وكان لها من التداعيات ما استمر حتى اليوم، وما سيؤثر سلبا على إيران ربما خلال السنوات المقبلة. بالقرب من مطار بغداد، اغتالت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة ميليشيات الحشد في العراق، ليبدأ التصدع فيما بناه سليماني من أذرع ميليشياوية في أنحاء المنطقة. تصدع لم يفلح إسماعيل قائاني الذي خلف سليماني في معالجته حتى اليوم، بحسب الخبراء الذين يرون في غياب سليماني جرحا إيرانيا قد تتعذر مداواته. ولا عجب، فسليماني كان القائد العام للميليشيات المدعومة من طهران في الشرق الأوسط، لا سيما تلك الموجودة في كل من العراق وسوريا. بل إن الرجل لم يكن القائد العام لتلك الميليشيات فحسب، بل كان كذلك مؤسسا لبعضها مثل ميليشيات الحشد في العراق وفاطميون وزينبيون في سوريا. من هنا فإن غياب سليماني عن المشهد كان له بالغ الأثر على تلك الميليشيات التي لم يعد لها قائد يمسك بزمامها، وقد بدا ذلك جليا في فوضى استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بالصواريخ، على الرغم من حرص طهران على التهدئة مع واشنطن حتى وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض. وربما كانت كلمات زعيم ميليشيا حزب الله اللبنانية أبلغ في وصف الحال حين قال إنه من الصعب الحكم على قواني لأنه لا يزال جديدا على الرغم من مرور عام كامل منذ توليه منصبه. وفي الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس، توعدت ميليشيا حزب الله في العراق باقتحام السفارة الأمريكية قبل أن تتراجع عن وعيدها، لتؤكد بذلك حال الفوضى التي تغرق فيها الميليشيات منذ مقتله وتحولها إلى ظاهرة صوتية فارغة تتخبط في قراراتها ولا تجد من يضبط إيقاعها.